الفترات التي نقوم فيها بذلك. فالفحص الضوئي لبيض تفريخ السمان يتم إجراؤه عبر مرحلتين أو عبر فترتين. الفترة الأولى بعد 5 أيام من وضع البيض في المفرخة، وذلك للكشف عن البيض المخصب واستبعاد البيض الغير المخصب، حيث يبدو البيض المحتوي على أجنة عند الفحص الضوئي بداخله شبكة من الأوعية الدموية العنكبوتية بطول حوالي 8 مليمترات، بينما يبدو البيض الغير المخصب رائقا تماما ومنفذا للضوء. هذا بالنسبة للفترة الأولى. أما الفترة الثانية للفحص فهي بعد مرور 13 يوما من وضع البيض بالمفرخة، وذلك بغرض متابعة نمو الأجنة واستبعاد البيض المحتوي على أجنة ميتة، حيث يبدو الجنين الحي يشغل معظم فراغ البيضة ويكون عموديا على المحور العريض للبيضة بالقرب من الغرفة الهوائية، بينما يبدو الجنين الميت كقبعة صغيرة سوداء غير متحركة قد تكون في وسط البيضة أو ملتصقة بأحد جوانبها. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، دمتم في رعاية الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.